بدينا وعلي بيصلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة، مرحبا بكم، صباحكم ورد وفل وياسمين، صباح النجاح والفلاح والنموس يا للا اللي ما خاطرناش. قلتلك نموسة للا؟ جيتي نموس؟ اي تو طلعت في الكاميرا يا اخي. انت سبحان الله عندك النموس عرفت؟ عرفتي صحيح. اليوم يا صديقاتي فيديو جديد مع خالة، ان شاء الله ربي يحفظنا الناس كلها اجمعين يا ربي، ربي يبقي علينا ستره. مش نحكيكم شنو صار معايا في داري، ان شاء الله ربي يبقي علينا وعليكم الستر يا ربي. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله كل ما يجينا يجينا باللطف. اليوم يا البنات شفتوا فيديونا اولا مع التصنيف اللالة، اليوم باش نشيخ خالتي باش نقعد كل اصلا هي كل يوم قاعده كل بيا، يعني لا تتعب لا تقضي لا تعمل حد شيء. هذه ليا بنت اللي قلت لهم عليها التجازه تعرفوك يقول تقدي وتقدي مرة. أنا مشيت للخارج وهي هبطت مشيت عندها ما تقضي حاصيل، وخرجت مشيت عندها بتقضي يا سيدي، والقضية اللي باش تقضيها هي بعثة داري أنا. المهم يا البنات مش هما لقوا التاكسي، تعرفوا هي في حومتي أنا وفي دروج بعثة داري، مو معرفتش روحي جات من الخارج تسب فيا تعارك فيا تقول لي كيفاش دخلنا على الشارع هذيك، حطني هو فك الدرج، قال لي سأقول لي راح تندب في التاكسي. يا بنتي مسكينه وقالت لك رجليا، ومن وقتها بدات تتعارك برجليها، من وقتها بدات تعيط برجليها، من وقتها رجليا من نهارتها. تصوروا انتم من نهارتها، خاطر هي متعوده بيا انا نمشي لها ديريكت بكربر قبل ما نعملوا حتى الشيء، قبل ما ديما كيكا معناتها لا كي نبدا عندها حاجه الوفات انا وياها باتصال. لا انا مشي رجليها في تاكسي وهبطني بعيده على البقعه. صحيتي وانا خليني يزرب وزرب فيا نزرب تعرفي يوم كل تحب تستغنى علي وعلى خدماتي، تحب تبدلني، تحب تبدل لاجونس. تعرفوا البنات والله لما ما تاكسي ومطرخ دم زمان ومشت لها على رجلي وخلق وجبتها تاكسي منين هي ودخلتها للحوم نتاع لالا يرحم والديه بالكلام، عيش خويا يرحم والديك روح يبارك لك تدري شنو. وجديتي جديتي يرحمها تقول لي يعطيك القبول محبه الرسول، ما يقولوليش لا. مشيت دخلت انا ووسع بالها وكما تعرفوا دوا الظروف هكا وهكا، يعني يخاف الواحد على روح. فمشى معايا يرحم والدين والديه، معناتها نحيي بالحق، فما برشا ناس ربي يعينهم وربي يبقي عليهم الستر. جايبها وهزم باب الدار ويا حاجه ندري شنو سايس فيها وكذا، وبعدين تقول لك نستغنى على خدمات فيها. اب باب اب باب اب لا تفهمي مش كامل، لا مش عايزه نقول لك حاجه، مش نقول لك حاجه، مش اسمعي، مش اللي تعدى تو هذاك، مش اللي تعدى تو، مش شكر روحه، هذه الحقيقه، الحقيقه لازم تعرفي. تعرفي كي قلت لك ما كنا باش تسبلي ما تمشي الكلام، مش عمي يسبب بي ما تمشي الكلام، شكون عايحل لي مش وانت من عيلة وصاقك وين ومفاتيحك وين ناكل شيء ناكل يلا كان قديم قرعزي دون حلك البيت، قول لي نسيبي نسيبي دون حلك البيت ودخل البيت النوم وفركتي ماكي قدادة قدادة ما خليه الراجل يبدا يتك يدخل باش كي تدخلي لا ما تدخلش كده غير هكا محترمة محترمة مال هذيك هي فرصتي انا لما ترمي الواحد امشي صدعي امشي صدعي امشي في المقدمة كيفاش تقولي لي ارمي وانا مازلت ما طيبتش وسطي يا لالا راهو يزم يلا نعمل في المقدمة يا اخي راني يزمك تعلمي خلاص مش حضرتي ثاني قولوا لي لالا قول لالا تعمل شيء لا تعمل شيء وهي مقدمة تردها خاتمة بعقلي لكن نعمل القربلة لروحي قلت ما نعمل هاو يد هاني نسمع في يد بالي قومي على روحي تو البنات الحسينه باش نحضر معاكم فطور انا ولالا شوفوا مقدمه ضربت فيها سعيد فوق الغاز وقص عليه ونمشي نتفرج بالاخبار البنات اليوم عند شو نسمو عند نحب نلقى عنوان وشي عند 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 ودي فتشي الا بلا بيلزمني عند فوفا باش نشيخ لالا بالحروريه عندكم من هنا لحساوي ومن هنا لبلابي وهيا مرحبا بكم وشوفوا الرسائل هاي خليك نصلي صح
صديقاتي باش نحضر معاكم الفطور اللي انا باش نعمله ولالا باش تاكله. هذه هي لالا. لالا كنتي وتبدا ليش اي توا انا باش نحضر الفطور ولالا باش نعبي لالا تعرفوا نهير بارد يعمل 66 كيف ولالا ما كنت تعرفوها عاشقه للحار. اي هكاك تموت على الحار وقالت لي فاتن نحب تعملي لي حاجه محرحه قلت لها باش نعمل لك في عوض الحاجه باش نعمل لك زوز حاجات. شفتي قداش بنت اختك تدلل فيك تدلل فيك بالحار البقلاوه كعبه الحلو كعبه والحار زوز. باهي صديقاتي اولا هنا باش نعمل الزدر ده حساء باهي باش نعملو الحساء باش نحل عليه الغاز ونخليه يطيب على راحته هذايا الماء لازم يطيب لي يغلي نخليه وانا خارجه ماشيه للسوق مزروبه داك علاش. وهنا عندي حمص البنات نفخته كما شفتوني بيضته ليله كامله وتوا باش نخليه يطيب لي باش نعمل لهم لبلابي يا البنات لبلابي في الشتويه حاجه بنه اخرى خاصه باش نعملوا لهم محرحر 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 يهبل. اسمعوا البنات راهي الماكله كي ما تبداش فيها جو ما تبداش فيها هرج وكل ما تجيش بنينه تو باش نخليهم يغلو هكاك ما حطيتش فيه حتى شيء جوست الماء حطيت فيه الطماطم واللبلابي نتاعي حطيت فيه الحمص يعني يغلي باش نخليه يغلي ونخلي لالا في الدار ونمشي جاريه ونجي نغطيهم تو نغطيهم الطناجري بيان سور هذايا نسيت الخطا تاع الحمص وخطا الماء خليهم يطيبوا على راحتهم ونمشي ونجي في لحظه تلقوني بحول الله ان شاء الله نلقى القضيه اللي ماشي عليها تو نشوفوك هاللحظه تو نشوف الوقت قداش بتمشي وقتاش تجي هي اكبسي روحك خاطر تو في هذاك بيدو الواحد تاع الصدر نقص عليه حاضر يا شيف نقص عليه الغاز باش الحمص ما نخليش يغلي على نار واطيه لا لا هذا شوف لا الحمص خليه بيغلى راح يحب الطياب لا على فكره راهو منفخ بالكدا في ساعه ما يطيب لك النفخه بالكدا هاي البنات هاكم معايا حسين مانيش باش نهزكم معايا للسوق اما باش نجي لا تهزيه معاك للسوق هي مساسا نهز معايا للسوق طلع بكم نهار عملت راه صورت نهار البنات في مارشي سنترال تنهبط لكم اجواء تهبل فما اخت طلبت مني وصورت نهار قبل ما جيت انت لالا مشيت لمارشي سنترال اما تو نحضره لكم خليته الفيديو لا لا بطل ما تذوبش لا ولا حول كيفاش لالا لالا كي نبدا صور تقولي تصوري نحيا كيفاش بيدك يا لالا هاي هاكم معانا صديقاتي راني نعرفك خالتي يا خويتي لالا ما يمسحش كتاب البداية ها تو قعدت قداش نخصو بالصابون هك 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 باهي تو صديقاتي تصير نهضر ولا يغلى باش بيكي يا بنتي كفي روحك فوحي تاع الجرس يا بنتي تو باش نقول لهم راني دخلت من السوق ومشيت للسوق وجيت وخديت الحاجه اللي نحب عليها بحال مش كل شيء خديت فما حاجه هي راني مشيت على حاجات معناتها تبع البلانت ماهمش معناتها تبع قضيه الدار خاطر قضيه الدار خديت عندي الحقيقه اما ومشيت شريت الفلفل الحار لا لا خلينا نجيبه لك تشوفيه هاي دي حار حليب تعرفي بيا قالت لي قداش نلقاه قداش تلقيه برد الفلفل بالضبط ماي قالت لي 5000 اما راهو وقفت مشات مني اما تعرفي شنو قالت لي انت على مصر هذايا الفلفل المصري البنات جبته لالا 5000 البصل ب 2400 اه 3400 فلفل هذايا فلفل حار تاع مصر وسمح ياسر هذايا كنت ناكل فيه لبرا لالا كي في الخارج اوه يبدا يهبل يهبل حروريته سبيسيال يا خرخوله باش نحط لك بقرين كامل كلي انت وديتك بقرين شنو فيه؟ انا مش صغير الظهر الخميره على العصر الكاز هات نخليكم نشوف ذوقي ذوقي قلت تو خليك ونمشي ذوق هيك ذوق شوي نغسله لك ونعقمه لك لا لا نذوق هيك في حاجه من حد يعلى ذي اي لا فهمتي لان عوده توا باش نفوح تقعد تلتت امر شفت طنقر لي بعدين تقول لك سمعت يا وحيات عيني صعد انا نقول هيا قعدي بحذايا ونسيني انا راني حره انا كان جبت لالا قضيه راني قضيت توا قضيه كنا بامي رولا ودي امي كي تقول لي نقول اه ماما تقولي كان جيتي قضيه راني قضيت في بيتي اي امك بالحق قلها لك لك انت بالحق امي اصلا معروفه راهي قضايا مرتوبه ونظيفه برشا كون جيتي قضايا الناس يقضوك هناك جد قضية راه مقضوا لي العباد كيفاش يقول خالي على امي بالحق خالي ديما يقول امي راهي ما تقعدش ديما ريتي ديما الخشب يا بنتي ريتي ماما ما في النظافه في الرتابه كل شيء في بلاصته باهي لالا خليتها طنش ما راه تو البنات باش نفوح
سميلي لالبش مفوح الزدر. الزدر انا نقول لها حساء، احنا نقولوا حساء هما ما ايه تقولي الزدر هاك خرشي من قشر. لا ما خرشي من قشر، احنا نقولوا حساء. انا قلتي في الاول واش قلت؟ نعاود وريكا نعاود لي شي بيه خط خطر. انا خطر هما خطر هما ثاني ما يعرفش شنو حساء. انت نقولوا الحساء بالعربيه باش نقولوا حساء. تبقى فيك هنا في تونس هما يقولوا زدر واحنا نقولوا حساء. اش بيه بيه حطوا مغرفه طماطم اكل معجونه طماطم شويه بنتي صيحت. هذه مغرفه طماطم باش نعمل معاها مغرفه. هذايا اللي حسيت وحطيت الماء يغلي ومعاه كعبه الطماطم هذيك خليتها باش تذوب فيها وتو باش نعمل. شفتوا هذه حقه زقوق حطيت فيها الهريسه العربي وعندي رولة حكيك اما نهارتها مزروبه. خالتي ما تخلينيش في عقلي راه تطفشني تطفشني خلينا معاك نهار حطيت فيها ونجع ونخي انا كي حطيتها قلت لك لا لا راكي اني راني قاعده نحط في الهريسه هذه الهريسه العربي حطيت لها مغرف ناقصه. انا من ماذا بيا نحط اكثر اما راني على خاطرك حطيت مغرف باش يجي حاره. بيه حطينا طماطم وهريسه عربي والله يا بنات يجي فيها مش نورمال. تو باش نحط للفاح تفاح حطوا لي لالا الزيت حط الزيت حسيتش زيت. هذا نحط زيت زيتون ولفاح نحب الفاح في الحساء في الزدر. حطينا طماطم وهيسه عربي وفاح وشويه زيت زيتون. حطوا زيت الزيتون الحالة ما نحبش يجيني ميدوم انا. اي مش ميدوم مش ميدوم اي ريحة محلاها ريحة الزيت. باهي تو شو باش نحط ملل فلفل زينة وكركم. راني قاعدة نختبر فيك تعرفي ولا ما تعرفيش. لا ما نعرفش تعرفي انت برك. نختبر في معلوماتك لالا. هذايا الكركم لالا ما هي تعرفوها ما زالت تتعلم في الكوجينة. تتعلم من عند بنت اختها. خذوا العلم من رسل فكارن. هكا نقول على روحي كركم كثر. لالا مكبر بدير ولا ولدة؟ مكبر بدير ولا ولدة؟ ولدة محرحر يهبل حرحري خويتي. هذايا سيدي تعرفي هذايا تاع القروين والله يا فلفل القروين يهبل حار حين القروين بالاغالب يا لالا كان الضقيح يحرحر يفلفل. تعرفي عاد حرحرينا تو نمشي نزيد. تذكري لالا مره وقت مروحين في العيد هي مازلت ما عملتش شيء البنات. انا كي نجي مروحه ديما تروح معايا لالا في العياد الكل. مروحين سيدي شرى لنا راجلي ليا ولاها فلفل شايح هو مسكين كيما شرى لي ديا نجرى لالا ما يجي بالها لالا كيفي انا جاها حار زدت الحلو شرى لنا فلفل شايح وشرى لنا فلفل مرحي وقتها بالقروين. فما ثنية يبيعوا فيه تحبوا تاخذوا الفلفل الحار خذوه من ثنية القروين في ثنية شباكة وكل غادي يبيعوا الفلافل الكل. وحتى كي تحبوا تعملوا الهروس واذا عندكم معناتها ان شاء الله ربي يعطي للناس الكل اما تنجموا حتى توصوا. نحن راهي في بلادنا مثلا في المتلاوي يجينا كراهب من القروين تدور بالفلفل شكاير مشروع شكاير هكاك باش نعملوا بيه الهروس. اما راهو حاجه روعه الفلفل هذاك خص معناتها مخصوص للهروس وللفلفل الملحي. تاخذوه من ثنية الشباكة ثنية الشباكة هذيك الثنية يبدو يعملوا الطابونه وكل غادي يبيعوا الفلفل على يمينكم وعلى يساركم تلقوا الخيرات الكل فلفل شايح والفلفل المرحي والفلفل المكوش مش مكوش مش شمسي تبدا الشمسي تبدو تعدين خاصه في الموسم هذاك هو يبدا في اكتوبر في وقت احنا نبدا مروحين في العيد الكبير وكل ناخذوا عولتنا ونحن جايين. باهي توا هنا خصيل لالا فواحد بالطماطم والهريسه العربي والفلفل المرحي والفلفل الاكحل والفاح والكركم وشويه ملح هكا هو السميد من بعد خليها تغلي شويه وراني نحط لها السميد راني نعلم فيك لالا تعلم فيها هكا. باهي خل نشوفوا توا نعطيك ذوقي الحمصه لالا ريحته فوحه تهبل في الدار كي حليت انا بالدار سكرت على لالا ما نعرفها ما تهنيش روحها نهار كملو يدور في الدار نهار كملو يدور يا البنات من دار دار قلت كي يجي خارج نسكر عليها قالت لي ما مش نخرج خطيني هاي العبوس قلت لها بالاربع ايام حتى فات هذيك اليوم باش تخرج. ايه هما ديما يعرفوني خلتني انا نهار كملو نهار كملو هوامه. فما مره لالا واحده قالت لي شدي دارك من نجيب حذاك وقتها والله العظيم فما واحده خليه كيكا يطيب شو ماه ما نشفش مزاق فيه ماه تنقوي عليه شوي اما لا تو يطيب يا اخي وقتاش حطيته هذا
اسمعي لالا ها السكينه اللي نقول لك انا راهي سكينتي راهي سكينتي ها هي باش ما تقولوش البنات راني ها هي سكينتي راني عندي الحق باش كي نمشي نتفاجئ عندها بمعون كيما معون نقول معون عندي الحق ما حمزه قالك شوف كان حمزه عندها كروي البصله يا صفه كيف كيف دي برك قال لي انا في ماليش زاد الخاتي بالصدفه خالص قلت لي قالت لي واحده بربي يا فاتن علاش ما حطيتش كسرونه ومرقتي قلت لها البخل عملت به دبارو ما باش نمرق الطنش ونهز الماء من هنا ونعدي نهز الماء ونعدي قالت لي ما انت ما قلت لك حطي ما حطي كسرونه كي جيت راك بدي ما حطي كسرونه ولي من نحكي يا بنات في الحكايه ايا تشد انت وتخمن علي ما خالتي ما فايقتنيش يا اختي ما فايقتكش راهي خالتي ما تعرفهاش كل شيء عرفتني انا عملت خالتي ما تعرفهاش الحكايه سيدك بن سيدك البارح صارت فينا قصه قاعدين يا صديقاتي لبينا ولا علينا نحكي لهم لا اي سيدك لا قالت ما تخليش السكر والله يا ربي يستر لا لك الفجعه قريب يدخل عليها السكر سيدي قاعدين انا نتفرج على عروس بيروت ولالا شعني لالا انت وحده يا اخي نتفرج انا وياك قاعدين نتفرج يا الحصيد لالا تفرج وهكاك ونسمعوا في الطرشيقه في الدار فعلا طرشيقه طرشيقه يا صديقاتي لالا تفجعت ورجلي لبرا يقد لالا حصافر ما بتعرفوا بندق ولوزه لازمهم عشاها مش طرشيقة عادية متى حاجة تفرق لا غاز الدنت وين في الكوجينة تعرفي قمت نجري وانا مريضة قلت لكم مريضة بالحق يعني تابعة على الاخر قمت حفيانة نجري نلقى الماء مسيب نلقى الكوجينة حالة اش نلقى القصبة متاع الشوفو هذيك تطرشق وشوفو يشعل استرنا ربي استرنا ربي استرنا ربي الا جتنا على نوم ردوا بالكم يا البنات ردوا بالكم وربي ان شاء الله يبقي علينا وعليكم الستر كل ما يجي يجي باللطف يا ربي فجعه كليناها البارح في الليل والله وانا مريضه وكله وكمان والله مسكين راجلي يقول يحل في كل شيء وجبد الفريجيدير ونظف الكوجينه الكل ونحن من الفجعه هذيك لاله قلت لها اشربي الماء بالحق راه وريتوا انتم حاجه طرشقت طرشقت تصوروا في دار معناتها ليل حل ليل ونحنا قاعدين نتفرجوا على التلفزه وطرف تسمعوا الطرشيقه انت حاجه راجي وقف تسمع فيا هذا كملتي خلينا نمشي نصلي على راسي الحاصل صديقاتي عندنا راهي لاباري نتاع السكر ولا نجم نقيس لك بها ربي يستر يا خويا تنتو البنات والحمد لله على كل حال والله راهو غير ربي الطف بينا وسترنا على كل حال وكل ما يجي يجي باللطف وهاي تو نوريها لكم القصبه كيفاش مشينا فتشنا على لحام اليوم وديجا كي خرجت معناتها نشوفوا في لحام والكل لقيناه مسكر وخدينا نمروه ومشي نكلموه تو قاصين حتى الماء والواحد نتاع الغاز وربي ان شاء الله يقدر الخير وربي يلطف بينا اجمعين وراه ما هيش حاجات سهله وراه واحد كي يحكي راه ما هوش معناتها كلي فرحان باللي صار اما راك تحكي باش توعي الناس باش انه هي ما يصيرش فيها اللي صار فيك انت ان شاء الله ربي يقدر الخير وكهو اما الحمد لله فجعه وان شاء الله ربي يسترنا اجمعين سلامات ان شاء الله امين يا ربي في لمانه لن سلمي عليه يلا وش هيا البنات شوفوها ديجا انا دخلت لها هنا الدنيا كلها تمسخت والحمد لله على كل حال توا هذه كلها يلزمها تتعاود يلزمها تتجدد يلزمها تنضاف واستر ربي وكها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله متوسط اي بيان سور باش ما يعملي شكلك عابر لازمكم كي ترموا تحركوا ديريك لا لا دخلتيني بعضي دخلتك بعضك لا لا خليها هذيك راك حلال هيك خاوه عليها هيك علاش شفتك قلت لها دخلتيني بعضي ولا تردي بالك ولا تسكر ما تخلينيش نعمل حاجه في ديما لالا ديما تشغبني باش تطهرني اللي انا مانيش مقدوده ولا راني مقدوده لالا قد مقدوده بالقدا قالت فاطمه الزهراء الله يرحم تعيشي وترحم تعيش خاطر كانت كل شيء بالقدا بالقدا حاجه ريتو هذايا بسيطه ثوم البنات في الصدر شفتي لالا نسيتيني ما حطيتش الثوم لالا راني ما حطيتش الثوم في الماكله عكسي انا نحب الثوم في الماكله ثوم بصراحه نحس الجاري بصفه عامه يحب الثوم الثوم يفوح وصحي لان ما نحطش اقل من راس في الحاجات اللي تجي فيها الثوم نحط
واش ما زال على دقيقه والله يعاون وين دارك واحد دقيقه تيغلي الماء انا نقول الحقيقه اي باش تكسر كسر العظم انا قلت لك غلي الماء تغلى الماء تطفي عليها باش تجيك مروبه ها 29 مع تعلب لابي تو نحضر في العظم تعلب لابي 29 دقيقه تو بقداش ما يلزمني وثلاثة دقائق 29 وثلاثة وثلاثين دقيقة 33 دقيقة باهي مالا سيدي و 34 دقيقة ايوا يعني تعملهم درج شي وخيالي الحساء وصيح ضر لبني هاو تو من بعد نوريهولك عرفتش كان ظهر لكم ولا لا تو باش نحضر باش اللبلاب شدي لالا الوقت الخبز باش تفتشي لي لالا انت قاعدة قاعد ما عندك لا شي قاعد ما عندك ما تصنعي اذا هنا وانا شنو باش نعمل وانا باش نقعد نعطيك نوت نعطيك نوت لالا تشعلي قديش بيها وصلتها وي خويتها بما هكاكا ما شحتش تو انت مش قاعد تصبي عليه وعليها ما استخدمتيهاش تو مش قاعد تصبي عليه الماء نتاع الحمص صبي عليه ايوا وعلاش تغني صي صي ولد عزوز ولد عزوز مكمل العواج ما نحبهاش لا شفتيها شوفوا هذاك العواج توا هي يا رسول الله باش تعمل لها الماء صحيح انا ما شفتهاش كنشد باش نحط فيها اوكي اما هي ماشي مبلوله ها والله ما عندها مندي وكها باش تعمل ولا اقعدي على الكرسي قدمي قدمي بالكرسي اقعدي هنا لا لا ما نحبش بالكرسي تحبيش بالكرسي هيا البنات توا اول حاجه باش نعملها خلينا نوقف مره واحده خلينا نوريكم ونوري لالا هنا عندي هريسه العربي باش نجيب شويه ماء نتاع الحمص هذا ال سموه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله هذا اللبلابي تو قاعده باش نخلط اللبلابي بسم الله يسالش حتى كان هبطت شويه حمص يسالش هنا صديقاتي راهو الزيت نجمو بعدين تصبوه من فوق والا تحطوه تو انا هنا باش نزيد لهيسه العربي بحكم العيله كل تحب الحار خاصه خالتي تحب الحار برشا تحبيه وحدك الحق مش تكسريه لي الوحده من طقطق يا تحبيه وحدك الحق هذه الهريسه شمي 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 تطعمي الماكله البنينه ديريكت ديريكت الهريسه عملت فوحت لنا الدنيا من نحطوها مصطلاص حاجه طعم ربي هنا البنات الحته الثوم اكيد يجيب الثوم شمي شمي تي لالا راهي تو ريقتك سالت ريقتي سالت هاني برك غير خلصينا ها شفتو لالا ما تصبرش على ماكلتي البنينه كي نبدا نطيب لالا ما تصبرش على ماكلتي هذه هي انا نمشي لالا نتاع البلابي نقول له يقول لي نزيد الهريسه نقول له زيد الهريسه زيد الهريسه زيد الهريسه خلطت هريسه هدره باهي توا البنات باش نحط شويه كمون بيان سور الكمون انا راني نهز الحاجات هذه بيدي كمون سكر وملح ملح راهي كلالة تحب الماكله مالحه وانا نبدا نعارك فيها باش ما تاكلش البارح باه شويه طماطم لالا تحب فيه شويه طماطم باش نحطوا لالا شويه طماطم معجون على خاطر نحنا في سبرنا ما نحطوش ما تحطيش ما تحطي قلت لك تحطي براسك تحطي تحب تحطيش لا ناخذ بخاطرك لالا خير ما تقولي مشيت بنت اختي ما حطليش الهري طماطم المعجون شوفي عداش باش تعايريني باش تعايريني باش تبرد داك الحروره شوي تحاول يعني جوست باش هي تستطعم الطماطم هذه هي البنات اسهل منها ما فماش بسم الله شوفي المعلمية تعلمي لالا الزيت كي ما ملتيش تعلمي لالا لا ما نتعلمش تعلمي لالا بسم الله هذيك باش نصبها في الاخر كيما يعملوهم بسم الله خرجوا صديقاتي سهله مهله ما فيها حتى شيء صلي على النبي شوفوا كل حمصات البنات لازم نقرب هنا بصراحه قربلها باش تبان تفرجي على يدين بنت اختك لالا تفرجي اي يدين غير مزيان تفرجي على يدين بنت اختك تحطي يدها في الحاج تبارك الله تبارك الله هيا لالا يا خلطي لالا زوز مغارف وخلطي قلت لك صغيره لالا ولا ايش قال لالا واش انا اكبر من الكيك
مشيت حالي تخلط بالجبن. نجيب تبسي. مشيت تخلط تبسي. هاتي عليك لالا هاتي. عرفيش تخلطي الا بلابي لالا انتي. ظهرت ما تعرفش. ظهرتي لالا ظهرتي. كثر لنا الخبز لالا. هيا ثبتي روحك منها بقى اعمل كل منها. ايه ظهر لي كثرت الخبز. اما هذا لا يعني اني انا باش شوف الكاميرات باش تطفي عليا. ما تطفاش. بعده لالا الريحه هدره. صبي زي صبي الماء. هيا لالا يا خلطي لالا خلط. انا خلطش انا مشيني شاطره في الخلط الخلط. هيا خلطي ما قلتي مشيكي شاطره. خلطي لالا خلطي. لا ما نخلطش. خلطي خويتي خلطي راهي لعبات تتفرج فينا تقولوا خلطها ما تعرفش. ما تعرفش باش انا خبزيت. هيك هو يجي بنت هيك صديقاتي. او لا لا او لا لا او لا لا صلي على النبي. يجوا مرحبا بكم نولدوكم وننشهوكم مع هروسنا. هاتي نحط شويه هروس. شوفوا ردة فعل بالله. عاود عاود لا لا ردة الفعل ماشي هروس. شنو هو الجديد عملي لا هو ما يزيدش مع الفلاف الكل. سيرش كل سيرش سيرش طون طون طراو الهروس يبنن. هو مكافح للبرد الشيء اللي ناكلو. شوف كيفاش متطنقر يدها وين وتليفونها وين بالصدفه. وانا نهب محلاها ريحه الكمون وريحه الثوم. اما هذا لا يعني اني انا باش نزيد الماء. تو نزيدها العظم تو نزيد. هيا برك اخواتي سرحينا قولوا قولوا كيفاش ستار. قولوا فات ما تعرفش الطيب. ما تعرفش الطيب. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. شدي لالا شدي حويت حويت علي علي وعلى يدي. جاتني طايبة شوي زايد البنات. اما ديك ما يسالش. شفتي لالا قلت لك الدقيقة راهي عندها معناه. شاد تقولي لا ما تزيديش دقيقة ما تزيديش دقيقة. والدقيقة هذيك هي الفايدة كل فك الدقيق. كل جرير لالا راه هي قالت لي لا ما تزيديش دقيق. واش فيها كان دقيق. صديقاتي حط الحساء مع اللبلابي باش نحطو نفطرو الصحافي نعبيهم الكل ونقول لكم في امان الله وفي حفظ ربي ورعايته الناس الكل.